يمكن الرئيس ايضا كان تحدث عن تماسك المؤسسات ببعض وبالمواطنين، ان يكون في شكل من اشكال التماسك بين كل دوله وقطاعات الدوله. لو نجحت هذه الشائعات في تحقيق اهدافها، ايه اللي ممكن يحصل للدوله؟ لا، في بلاد انهارت بسبب هذه الامور. يعني احنا عندنا اكبر امثله موجوده، انك انت بتخلقي فجوه ثقه كبيره، والرئيس هيركز عنه. معركه الاسبوعين اللي فاتوا كانوا معركه مع الاخوان المسلمين، مش مع شخص ما بيقول شائعات او غيره. نعم. انما الطريقه اللي عملت بيها الاخوان المسلمين، تعاملت مع هذه الشائعات والترويج والتطبيل، ودخلت قناه الجزيره معاهم في هذه المساله، ودخل معاهم وافراد اخرين من جماعه الاخوان مش منتمين لهذه المحطات. كانت يعني عمليه كبيره شغلت الراي العام خلال الاسبوعين اللي فاتوا. فالنقطة دي الرئيس بيركز جدا على ازاي ان لابد ان يكون هناك ثقة. يعني ما لم يكن هناك ثقة في ما بين الحكم والشعب وبين الشعب وبعضه البعض، وانه الناس استخدمت ادوات التواصل الاجتماعي او تدخلت في افكارهم جماعة معروف انها جماعة ارهابية ومنظمة وذات تمويل عالي، اذا بيبقى ده بيعرض الدولة للهدم، او على الاقل في بعض البلاد بتنتهي الامر الى نوع من الحروب الداخلية او الصراع السياسي. فالامور دي كلها اخطار بتتولد على عدم التماسك الموجود داخل المجتمع. رأيي يعني كان في كلامه نوع من تنادي مع المواطنين، انه لابد من التماسك في مواجهه هذه الامور، وانه يكون هناك ثقه كافيه، لانه بالذات الهجمه ايضا ما ننساش ان صلبها كان على القوات المسلحه. نعم. واعتقد ان الرئيس طبعا يعني مدرك تماما انه الشعب المصري لا يوجد فيه من يريد ان يخذل القوات المسلحه، لكن في عمليه توجيه لعمل ذلك، وهو كان فيها دعوه للمقاومه. لانه هنا زي ما الرئيس اتكلم عن القوات المسلحه، هم دول اللي افتدوا بارواحهم ودمائهم الشعب المصري خلال الفتره الماضيه. نعم.